اهلا وسهلا متابعينا الكرام. يعني منذ قليل شعر اهالي منطقة المعادي بهزة ارضية. طبعا افاد مصدر بمعهد البحوث الفلكية بحدوث هزة ارضية بسيطة منذ قليل، وشعر بها اهالي سكان منطقة المعادي. وقال أحد أهالي المعادي عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: كان في زلزال من شوية يا جماعة في المعادي. وهو ما أكد المصدر بالمعهد القومي للبحوث الفلكية يعني منذ قليل هزة أرضية يعني شعروا بها أهالي منطقة المعادي. وطبعا أكد معهد البحوث الفلكية بأن هزة أرضية بسيطة شعر بها سكان منطقة المعادي. وأيضا أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل وقوع زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال شرق الكويت. طبعا منذ قليل يعني شعر أهالي منطقة المعادي بهزة أرضية بسيطة، يعني خلينا نقول لحضراتكم منذ لحظات شعر أهالي منطقة المعادي بحدوث زلزال. طبعا كان يعني زلزال بسيط وشعر بيه بعض الأهالي في منطقة المعادي. يعني خلينا نقول لحضراتكم منذ دقائق معدودة يعني هزة أرضية بسيطة في يعني حدثت. طبعا سكان المعادي حسوا بيها.